أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما نار حامية صدق الله العظيم.